عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذا من المتوقع أن تصدر بيانات التضخم في الولايات المتحدة مع نهاية هذا الأسبوع، وأيضا هنالك ارتفاع في عائد السندات، كيف أثر ذلك على الدولار وعلى مؤشره؟ صباح الخير. نلاحظ ارتفاعات في الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، أقصد هنا العملات الرئيسية مثل اليورو الجنيه الاسترليني. فالارتفاع الذي يشهده الدولار الأمريكي مترافق فعليا مع ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب توقعات باستمرار ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة التي وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ تسعينات القرن الماضي فوق 6%. حاليا تتوقع الأسواق المالية أن يبدأ الفيدرالي بتسريع وتيرة خفضه لبرامج التيسير النقدي والكمي، أي بمعنى خفض برامج التحفيز، مما قد يقلل الدولار الأمريكي المتواجد في الأسواق، مما سبب هذا الارتفاع في الدولار مقابل العملات. من ناحية أخرى نلاحظ بأن بنوك مركزية مثل بنك إنجلترا قد تغيرت توقعاته، فكانت التوقعات تشير إلى احتمالية رفع الفائدة هذا الشهر، لكن في بعض الاستبيانات ظهر بأن بنك إنجلترا قد لا يرفع الفائدة قبل العام المقبل، بل ربما خلال الربع الأول، وهذا ما يبقي على الضعف للجنيه اليورو أمام الدولار الأمريكي. نعم، وتحديدا في منطقة اليورو ظهرت بالأمس تصريحات من صندوق النقد بأنه سيعيد يعني نوعا ما دراسة وأيضا تقييمات النمو في منطقة اليورو، هل أثر ذلك أيضا على أداء اليورو تحديدا؟ بالتأكيد، كما تفضلت، هذه التقييمات الجديدة جعلت المتداولين في الأسواق المالية يرون احتمالية عدم رفع الفائدة أو تقليص حتى التحفيزات التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي، أسعار فائدة صفرية، أسعار فائدة إيداع في السالب. هذا كله يضغط على اليورو الذي يتداول اليوم عند دولار و13 سنتا أمريكي في الأسواق المالية العالمية. فبالتالي من المحتمل أن يبقى اليورو بشكل عام ضعيف أمام الدولار الأمريكي، الذي من المتوقع أن تكون هنالك تباين واضح بين توجهات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأمريكي، فالاحتياطي يقلص التحفيزات بينما المركز الأوروبي قد يبقي على هذه التحفيزات، مما قد يبقي الكفة لصالح الدولار الأمريكي على الأقل على المدى القريب. نعم أستاذ سركيس، يعني في ظل الحديث عن معدلات التضخم وأيضا معدلات أو مستويات النمو، هل تم تحييد الأثر الذي تركه المتحورة الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون في الأسواق، أم لا تزال تسيطر على أداء الأسواق والعملات تحديدا؟ الآن بالنسبة لمتحور أوميكرون، عندما بدأت الأنباء عن هذا الفيروس تأثرت الأسواق المالية بشكل كبير فيها. نعم. أسواق الأسهم انخفضت شهية المخاطرة، مما تسبب بطلب على بعض العملات مثل الين الياباني والدولار الأمريكي باعتبارها عملات لتصفية المراكز المالية، ويتوجه لها المستثمرون لخفض حيازتهم من الأسهم. لكن حاليا هنالك انخفاض في هذه المخاوف، حيث إن لا نرى الكثير من الإغلاقات على مساحات جغرافية واسعة أو زمنيا لفترات، رغم أن هنالك بعض القيود، لكن هذه القيود لم تكن كبيرة كما كان يخشى المتداولون. بالتالي فعليا تأثرت أسواق العملات في المتحور، لكن الآن انخفض هذا التأثير، لكن ما زال الدولار الأمريكي هو السيد حاليا في موقف الأسواق المالية. نعم. في ظل بقائه قرب أعلى مستوياته لهذه السنة. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.